وصلة جديدة من بلكسون وبسبعة منافذ. وطبعا راح نتكلم عن المنافذ بشكل مفصل وراح نجربها على جميع الأجهزة بالإضافة إلى آيفون 15 البرو ماكس. وهذا كرتونها وهذا كتيب التعليمات اللي كلنا ما نقراه، وأيضا سلك أساسي بطول متر من تايب سي لتايب سي. السلك الأساسي يدعم نقل البيانات وهنا يكون مكانه. المنفذ الأول منفذ الـ HDMI يدعم الـ 4K بتردد 60 هرتز. المنفذ الثاني والثالث USB-A 3.0 هذا ينفع للسماعات اللي بمنفذ الـ USB. والمنفذ الرابع منفذ الإيثرنت طبعا يدعم إلى 1000 ميجا بت، الأفضل يكون عندك ألياف. المنفذ الخامس منفذ التايب سي طبعا يدعم إلى 100 واط، الأفضل أنك تستخدم شواحن تدعم أكثر من 30-40 واط علشان يرتفع معك الشحن وأنت تلعب. بمعنى شاحن أبل أصلي الفيش أو السلك يدعمون 20 واط فقط، فما راح يرتفع معك نسبة الشحن وأنت تلعب ببجي. الأفضل تجيب أي ماركة ثانية سواء كانت من أنكر راف باور، بشرط يكون منفذ واحد، يكون منفذ واحد زي كذا يدعم 45 واط وأعلى أو 30 واط وأعلى. والمنفذ السادس طبعا منفذ التايب سي 2.0 هذا ينفع للسماعات اللي بمنفذ التايب سي. وآخر منفذ معانا منفذ سماعة المسمار أو الجاك أو الدبوس أو حسب تسمياتك أو 3.5. الآن نشبك على الوصلة جميع المنافذ اللي نحتاجها، سلك الإيثرنت، سلك الشاحن، سلك اللي هو سماعة دبوس أو مسمار أو جاك. نسوي الحاجات هذه قبل ما نركبها في الآيباد. ويلا بنطفي معاكم اللي هو الواي فاي في الوقت الحالي، والآن بنشبكه في الآيباد. طبعا راح ياخذ الوقت علشان يستجيب الخادم. نبدأ نشوف معاكم معليش المقطع راح يصير طويل بسبب الشيء هذا. تسجيل دخول مجددا، شبك اللي هو الشاحن، شبك معانا تمام. يلا الآن بنتأكد من المودم هل هو اشتغل معانا ولا لا. جالس يأشر هنا معناته اشتغل. تمام اشتغلت معانا. ايش باقي اللي هو الصوت. الصوت 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 خلونا نرفع الصوت من السماعة مثل ما انتم شايفين. اهم شيء عندنا اختبار المايك، اسمه اختبار الميكروفون او المايك تيست. خلونا نجرب هنا، نطق على نفس المايك السماعة. مايك السماعة جالس يلقط ويرتفع معانا التردد. خلونا نبعدها شوي، نطق على الايباد نفسه، ما هو بجالس يرتفع معنا التردد زي قبل شوي. شوفوا معي السماعة، نطق على المايك جالس يرتفع. هذه اختباراتنا لها مع الآيباد. طبعا هذه كانت تجربتنا على الآيباد، نفس التجربة على آيفون 15 البرو ماكس اللي جالسين نصور منه. طبعا آيفون 15 البرو وآيفون 15 البرو ماكس كلهم جايين بمنفذ تايب سي 3.0. إذا كان آيفون 15 العادي وآيفون 15 البلس يجي منفذ التايب سي 2.0، فعلشان كذا ما راح يضبط مع آيفون 15 العادي وآيفون 15 البلس، فقط البرو ماكس والبرو. الآن شابكين على جهاز الريد ماجيك، طبعا الريد ماجيك اللي هو الـ6S برو، أكيد بما أنه بيركب مع هذا راح يركب مع اللي أعلى منه. مطفين الواي فاي في الوقت الحالي، وهنا عندنا اللي هو الشحن جالس يشحن. يا سلام، باقي عندنا اللي هو برنامج اختبار المايك. هذا اختبار المايك، نقول بسم الله، شوف التردد كيف ارتفع معانا. نبعد السماعة، ما هو بجالس يرتفع التردد معانا. شوف هنا، يا سلام. باقي الصوت نسينا نجرب اللي هو الصوت في السماعة. هذا الصوت من السماعة، شابكين السماعة وشحن وإيثرنت. وهذا الجهاز الرابع اللي هو جهاز السامسونج S23 ألترا طبعا تمام. والله إنه على الدين، شوف كابل إيثرنت متصل، شحن عبر اللي هو USB 68%، معناته جالس يشحن. والصوت مثل ما شايفين من نفس السماعة. يبقى عندنا اللي هو اختبار المايك، هل هو من السماعة ولا من الجوال. نقول بسم الله، نطق على الجوال، نبعد السماعة، جالس يرتفع حيل. طيب شلون لو نطق على، شوف انا بس قربتها جالس يرتفع معانا. شوف الاحمر بدا يظهر، قبل شوي يوم نطق على نفس اللي هو الجوال ما هو بجالس يرتفع معنا. يا رب يكون التصوير واضح. نبعد السماعة، قول بسم الله، يا
يا الله كذا حيرني. لا إله إلا الله. شوف الأحمر كيف يبين معنا هنا. أوكي تردد العالي. قول بسم الله. إيه. لا الحين أوكي تأكدنا أن المايك يلقط من نفس اللي هو السماعة. شوف. وبالنسبة للناس اللي عندهم سماعات الهايبر إكس الوايرلس طبعا سواء كانت الألفا أو الكلاود 2 يجي معها قطع طبعا بالشكل هذا. فهذه سماعة الهايبر إكس الكلاود 2 شغالة وامورها تمام. يلا نزيد نجرب بعد. طق على مايك السماعة جالس يرتفع معنا. نطق على الايباد نفسه ما هو بجالس يرتفع. وبكذا نكون خلصنا شرحنا وتجربتنا على 4 أجهزة. فإذا حاب تطلب المنتج هذا أو تتواصل معنا موجود كل شيء بالبايو. طبعا احنا نوصل السعودية والدول الخليج. الله محييكم.